السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. اكيد ان الفيديو ديال اليوم فيديو مهم ان شاء الله، كله افاده، فيديو رائع جدا يستحق المشاهده، لان فعلا كل امل كل طاقه ايجابيه في ان الحلم ديال الانجاب حقيقه ان شاء الله وغادي يحصل في واحد الوقت. علاش لا؟ بطبيعه الحال هاد الاخت هادي كان عندها واحد المشكل، هاد المشكل هذا خلاها البويضه ديالها ما كتلقاش المكان المناسب اللي هو الرحم، ما كتلقاش بواحد صورة جيدة باش أن البويضة ديالها تمشي للرحم وتعشش ويحصل الحمل. فشنو دارت هاد السيدة هادي؟ ككل سيدة سمعت على وصفات طبيعية لتنقية وتنظيف الرحم، لربما يكون هذا هو المشكل اللي عندها، لأن فعلا الدورة ديالها منتظمة، الإباضة كذلك. ملي كتمشي للسونار كتلقى بأن البويضة ديالها جيدة، يعني بحجم مناسب قابلة أنها تلقح، ولكن مع ذلك كيتأخر الإنجاب ديالها بعد عدة محاولات. يعني ما كانتش عارفة هذا هو المشكل اللي عندها، مشات لعدة أطباء وكل طبيب كيقول لها ما عندك حتى شي مشكل، طمأني، سيري المنزل ديالك، راه الحالة ديالك الصحية جيدة، ممكن تحملي بشكل طبيعي. مع ذلك يعني الحمل ديالها ديما متأخر. بطبيعة الحال هاد السيدة هادي كان عندها البرد في الرحم، وبالإضافة إلى الأوساخ والترسبات اللي كتبقى من كل دورة، يعني كل دورة كتلقى واحد الأوساخ كيبقاو في جدار الرحم، وبالتالي ما كتنظفش الرحم ديالها بعمق، والجنين ديالها أو البويضة المخصبة ما كتلقاش المكان المناسب باش أنها تعشش ويحصل الحمل، فكتسقط على شكل دورة شهرية. هذا المشكل هذا راه كيعاني منه أغلب السيدات. كاين بعض السيدات كيكون عندهم البرد في الرحم نتيجة عادات خاطئة، نتيجة أكل بارد أيام الدورة الشهرية، نتيجة عدم السيدة ما كتلبش ملابس دافئة في أوقات الدورة، وبالتالي كتعرض راسها لهذا البرد. السيدات كذلك اللي كيستحموا في أيام الدورة وخصوصا في الأيام اللي كتكون فيها النزيف، ضروري أنك تبعدي كليا كل البعد عن هذه الأيام هادو. من بعد يعني ممكن أنك تاخدي الحمام ديالك بشكل طبيعي، ولكن تجنبي الأيام اللي كتكون فيها الدورة يعني كتكون قوية، هذوك الأيام ممنوع منعا كليا أنك يعني تحممي أو أنك تدوشي، لأن فعلا ممكن هنا تاخدي البرد اللي كيكون غادي يسبب لك مشكل في تأخر الإنجاب. اذا حاولوا انكم تجنبوا مثل هذه الاخطاء، هما اللي كيخليو المشكل عندكم كيبقى. بطبيعه الحال السيده بمجرد ما كتعرفش شنو هو المشكل اللي عندها فكتتمكن انها تعالجه بسرعه. بطبيعه الحال جربي انت الوصفه، لان ما كتعرفيش واش عندك هذا المشكل ولا لا، جربيها، علاش لا، ممكن تليق ليك وممكن تجيب معك نتيجه مرضيه ان شاء الله. في بعض الاحيان كيف ما كنشوفوا كيكون الامر بسيط جدا، هو اللي كيأخر للسيده الحمل، وبالتالي السيده ممكن انها تدير وصفات طبيعيه وبالفعل تساهم في نجاح سرعه حدوث الحمل. هذه الوصفه هذه غنعطيها لكم دابا. قبل ما نعطيكم الوصفه كذلك حاولوا انكم ديما تخليوا لي اللايكات ديالكم، وصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات باش تعم الفائده وتوصل هذه القناه هذه لجميع السيدات اللي باغين الدريه ان شاء الله، واللي عندهم تأخر في الحمل. الوصفة هي عبارة عن ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة زنجبيل طازج أو عبارة عن بودرة، كذلك نصف ملعقة صغيرة قرفة، يعني هادو هما المكونات، وملعقة صغيرة كمون. إذا سأكرر مكونات الوصفة: ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة زنجبيل طازج أو بودرة، ملعقة صغيرة كمون، وكذلك نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة. إذا هادو هما المكونات اللي ممكن أنك تحضري بهم خلطة رائعة لتنظيف الرحم، وكذلك كيساعدك هذا الأمر هذا على إزالة الترسبات اللي كتكون في كل دورة شهرية، تنظيف عميق للرحم بالإضافة إلى تسريع حدوث الحمل وإزالة البرد اللي كيكون عالق في الرحم، البرد اللي كيبقى في الرحم نتيجة العادات الخاطئة.
بالنسبة لطريقة التحضير، كتخلطي جميع المكونات، كتضيفي لهم الماء الساخن وكتخليه لمدة ربع ساعة، كتغطي على هذا الكوب هذا اللي غادي تحضري منه مشروب لتقوية وتنظيف الرحم وإزالة الترسبات اللي كتكون عالقة في كل دورة شهرية إن شاء الله. بطبيعة الحال هذه الوصفة هذه غتناوليها ابتداء ماشي في الأيام اللي كتكون فيها واحد القوة في الدورة، يعني من اللي كتبدأ تنقص الدورة ديالك هنا غادي تبداي الوصفة ديالك مدة 3 إلى 4 أيام يوميا كأس من هذا المشروب هذا باش تنظف الرحم ديالك بعمق إن شاء الله. بطبيعة الحال هذه الوصفة هذه مناسبة لجميع السيدات، حاولوا أنكم تديروها وما تكونوش كتناولوا أدوية أو يعني منشطات ديال التبويض أو هرمونات بديلة أو وصفات أخرى للحمل. بطبيعة الحال ما تخلطوش بين الوصفات باش تكون الوصفة ناجحة إن شاء الله، لأن بزاف السيدات كيوقعوا في هذا الخطأ هذا اللي هو أنهم بمجرد كيسمعوا الوصفة مزيانة كياخدوا من هنا وصفة وعاوتاني وصفة أخرى وكيبداو يديروها في نفس الشهر، وبالتالي كيوقع لهم مشكل في الدورة. ممكن يعني الدورة تقدم لهم نتيجة أن يعني التبويض كيكون متقدم نتيجة تنشيط المفرط، ممكن كذلك الدورة ديالهم تأخر أو تنزل لهم مرتين في الشهر، وهذا الأمر هذا غير طبيعي لأن نتيجة أنك خلطتي الوصفات وجاك هذا المشكل هذا. فحاولوا أنكم تديروا بهذه المقادير وكذلك طريقة التحضير باش تكون الوصفة قوية إن شاء الله. حبذا انك لا تناولتي هذه الوصفه هذه ديري واحد الرياضه ديال المشي، حركي الجسم ديالك، تعبي الجسم ديالك باش يطلق داك الترسبات وكذلك تسخني الدوره الدمويه على مستوى الرحم وكذلك على مستوى المبيضين، يعني باش يتحركوا المبيضين ديالك ينشطوا وكذلك باش يطلقوا البويضات والدوره ديالك يعني تنزل بشكل صحيح. يعني راه ممكن السيدات يلاحظوا توقف الدوره من بعد تعاود نزل لهم عبارة عن أوساخ، وهذا الأمر عادي جدا نتيجة أن هذه الوصفة هذه كتعطي المفعول ديالها وكتنظف لك الرحم ديالك بعمق. هذه السيدة هذه اللي معنا في الفيديو ديال اليوم جربتها وكانت هذا هو المشكل اللي عندها اللي هو البرد في الرحم، وكذلك كان عندها مشكل الأوساخ والترسبات، كانت كتجيها الدورة بكمية كبيرة نتيجة أنها ما كتخلصش من ذاك الأوساخ اللي كتكون في الرحم، وبالتالي كتبقى تنزل لها الدورة متقطعة طيلة الشهر، وكان هذا هو المشكل وراء تأخر الإنجاب. اهتموا براسكم خصوصا في الايام ديال الدوره الشهريه، لانها هذوك الايام هما اللي اما كتنظفي فيها الرحم ديالك مزيان اما كتجيبي فيها البرد في الرحم كيطلع لك للرحم، وبالتالي كيبقى هذا الامر هذا الامر وهذا المشكل كيأخر لك الانجاب، ما كيخليكش تحملي بشكل طبيعي. الحراره اللي كتكون ضروري خاصها تكون باش البويضه ديالك تبقى جيده وترجع للرحم، وبالتالي تكون يعني واحد البويضه جيده وقابله انها تبقى وتعيش واحد المده وتعطي حمل، ما كتبقاش يعني هذا الامر هذا كيتعلق بك انتي على حسب كيفاش تصرفتي في ايام الدوره ديالك، وان شاء الله كلكم تطلعوا حوامل. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسونيش من واحد اللايك واشتراك في القناه. بالنسبه للسيدات اللي ما كيتوصلوش بالاشعارات ديال الفيديو، حاولوا انكم تلغيو الاشتراك وتردوا الاشتراك وتفعلوا خاصيه الجرس اللي حدا زر الاشتراك باش هكا ديما توصلوا بجديد القناه ان شاء الله. ومازال جايين وصفات طبيعية للحمل مجربة ناجحة من سيدات كان عندهم يعني واحد الانتظار كبير وطول الانتظار وكان عندهم حرمان سنوات، وربي رزقهم بالدرية ما شاء الله بواحد الوصفات اللي هي بسيطة اللي ممكن أي سيدة تجربها. كنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي، إلى اللقاء.